مسرح Dancing with the Stars بخبرنا عنه وسام. النجم يلي رح نشوفه هلا مش بس مصمم ازياء وانما مصمم على الربح. بيحلل كل حلقه، بيدرس كل خطوه، وبيراقب المنافسين وبيخطط لقدام. مخطط. خلينا نشوف نمر سعاده وكارولين كرم بهالطريق. احساس اليوم كنت شوي متوقعه قبل ما ارقص، حسيت انه النتيجه حتكون بهالقدر هيدا من العلامات. هيدي الرقصه مش كثير الرقصه اللي انا بلاقي حالي فيها. هلا في محل بس لاحظت شوي انه مثل كانه الليد عم بيطلع من الايدين. هلا ما في شك انه ربيع عطى ملاحظه انا يمكن ما بشوفها، هو بشوفها اكثر، بس رح اخذها بعين الاعتبار ورح اشتغل عليها بكراسه. متوقع انه انا اتراجع. قديش التراجع هيدا هو انا شطارتي انه خلي التراجع بحدود، من هونيك ارجع اتنقل وارجع اتحسن، هذه هي اللعبه يعني. هول هن كل اللي رقصوا هذيك الجمعه رومبا. في عندك الين اخذت 22، الي اخذ 24، جورج اخذ 26. بدنا نجرب نحن نكون on the top of the list. لكن هدول المنافسين الثلاثة بدي اخذ منهم من كل واحد وحدة. مزبوط، رح تاخذ كل شيء، كل شيء كان طالب فيهم. اوكي؟ كل شيء كان منيح، كل شيء عملوه، خذ فكرة من كل حدا وتعلم. حطيت له صور على قلت له اياهم على المراية تيشوف يكون عنده دافع، يشوف شو كانوا اغلاطهم، شو اللي عملوه صح، يتحمس أكثر يعني. جيب استراتيجي جديد اليوم، كل الاغلاط اللي عملوها المشتركين اصحابنا شفتهم واحد واحد، كل الحكام اللي النوتس اللي عطوها. عم بتتنفس، بدك تتنفس بكل حركه، ما تقطع نفسك، بتصير لين اكثر واسهل بكثير. الفوكس الفوكس هيك بليز باللاتن دانسرز مش هيك. حسيت انه لازم اعرف الاغلاط اللي هن عاملينها واشتغل عليها. توزيع الوزن على اجريك، يعني عم تجي بتشك اجرك محل وعم بيطلع وزنك اوف سيت فوق، عم بيقطع على اجرك. بس هيك بقول لك ضلك بس تقرب، بس تحط اجرك جلس جسمك. صبوقة لما بفتح اجري. ما ذاتس ات، قلت لك انه الوزن كيف كانوا عم بيقولوا الكومنتات اللي قالوا هون، الوزن ما بده يسبق، بده يضل بالنص. بس الرومبا بدها شوي اكثر بعد هيك، شوي التمايل بالجسم اكثر، بس كثير عم بحب ادائك الفني فيني اقول. ثانك يو. تمايل بالجسم 4-1، بده يكون الهبس في تمايل بالجسم، كيف قالوا تمايل بالجسم؟ بعتقد انه الاستراتيجي اللي استعملتها حتفيد اكثر نحن اللي عملناه، وهذا الشيء اللي حيبين ان شاء الله بالرقصه. في الرومبا نمر سعاده وكارولين كرم. I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. Falling out of love is high. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is that. Building faith on love and words. نمر وكارولين تفضلوا. كيفك؟
مش مثلي اكيد تعبان. شو هالاداء انا؟ ثانك يو. يعني انا على شوي كنت مش ايه قاعد عم اتفرج ومبسوط ومستمتع. سيرنا شو مره عمل لك شراء صحيح. بس انت محتال يعني قاعد بتشوف شو الكومنتس وهيدا، شوف اذا تخطيتهم كلهم. بدي بس اخذ ثيابي من بريجيت، ما خليت لي شيء. كل ثياب التايجر اخذتهم. اخذتهم كلهم. كل الافكار كل شيء. خلينا نشوف التايجر شو عمل. ببدا من عند ربيع. نمر، في شغله نبهتك عنها سابقا ورح ارجع نبهك عنها، صحيح خفيت بس بعدها مبينه، وضعيه الراس اللي هيك ما بدي ضلني لاحقك فيها لاخر البرنامج، هي دائما انتبه لها. بفهمك يمكن قد ما بتتحمس بدك تعطي عنفوان، بس بدل ما تصير هيك عم بتصير العمليه هيك. ثاني شغله بس لاحظتها بتضوي شوي، بتضوي نيجاتيفلي يعني عن نيويورك، وزنك بده يكون على الاجر القدام قبل ما ترجع لورا، عم تخلي وزنك دائما لورا وتمد ايدك. هو اللي انتبه لهم. الهيب موفمنت كان كثير منيح لرومبا، وبالنتيجه كلها اول ان اول رقصه كثير ناجحه كانت. ثانك يو. شكرا ربيع دارن. Well, you've just proved that it's not impossible for a male celebrity to do a great rumba. All the way through, all the way through, it had good hip action. I could see great interplay and passion between you and great masculinity when you move from foot to foot. You had a great body action all the way through. Do you know, you've had three serious dances now in a row. Argentine Tango, Paso Doble and Rumba. What I want to see you do next week is come out and have some fun. Okay? But it was a great performance. Thank you. إذن أنت برهنت أنه مش مستحيل على أي نجم من الرجال أنه يؤدي الرومبا صح. كانت حركة الخصر جيدة، كان في شغف بالتواصل مع كارولين، كان في رجولة بهذه الرقصة. كمان بيقول أنه أنت بالأسابيع الماضية كان عندك رقصات جدية مثل باسادوبلي والرومبا، لكن الاسبوع الجاي لازم نشوفك شوي عم تتسلى على المسرح، جاي وقت تشاتشا يمكن، ما بعرف. الله يستر. ميبي تشاتشا؟ نصي. مازن. نمر، كل شيء قالوه ايجابي انا بوافقهم فيه، رح روح دغري لاقول لك انه بشوفك كثير مركز على حالك وعندك وعي لنفسك ولصورتك، وهالشيء احيانا عم بيخلي انه الكنترول يكون قوي لتقدر تترك حالك وتعيش الرقصه هيك بسعاده اكثر او بليونه اكثر بالعلاقه بيناتكم اثنيناتكم. تقنيا بس شغله وحده، لما تقرب لقدام اجرك الورانيه مش لازم تفوت لجوا هيك، اوكي؟ بس انا كثير حبيت هالرقصه. شكرا مازن. ميرا، انحكى عن التقنيات والتصليح، انا بدي ارجع لبدايه الرقصه، كيف برمت وقمت مثل البانثر مثل الفهد، وهيدا احلى تشبيه بنقدر نعطيه لرائس. لا لا مثل البانثر انا عم بقصدها، لانه هيدا احلى كومبليمان بنعطيه لرائس بتنقلاته. البرمات بريسايز كانوا، الحركه متواصله، شو هالرومبا. شكرا ميرا. يعني صار لقبك اليوم نمر مفهد. شو منيحة مش هيك؟ ما قصرتني ثيابي، قصرت. اوكي. نمر وكارولين، انتم اخر كوبل بيرقص بحلقة الليلة، بدي اياكم تتوجهوا لعند كارلات تنشوف شو رح تكون علامات اللجنة، وين رح تكونوا، بأي مرتبة. بيبقى الأهم مين رح يوقف بدائرة الخطر الليلي، ومين رح يغادر برنامج دانسينج وذ ستارز. نمر وكارولي، شو حلو هيدا، اسد مش تايجر بس، ما هيك نمر؟ هي طلع لها ورد، طلع لي انا اسد، ما بعرف بعده خلقان. وحلوه الصوره كمان، ولاخواتك بونيتا ونسرين، ما هيك؟ بنوجه لهم تحيه. والبوكي كمان كثير حلو. بدي وجه تحيه لاولاد اختي اللي صار لي سنه ما شفتهم. توتي ومادوكس، ان شاء الله يكونوا عم يحضرونا. هاي وينهم؟ اجوا معك؟ ليه ما اجوا؟ بالشنطه جوا. وينهم؟ بالبيت. بالبيت، اوكي، بوجه لهم تحيه كثير كبيره وبوسه كثير كبيره. نمر، بدي اقول لك شغله وذكر المشاهدين كمان انه الاسبوع الماضي جورج شلهوب وساندرا جمعوا احسن علامه بالرومبا، 26 كانت. حاسس الليله انه ممكن تتفوق عليهم انت وكارولين؟ مفروض. ان شاء الله خير؟ ان شاء الله خير. خلينا نشوف العلامات، يلا. إليكم علامات لجنة التحكيم. مازن كيوان 8، ميرا سماحة 8، ربيع نحاس 8،
دارين بنت ثمانية. أعضاء لجنة التحكيم كلهم 8 علامات حطوا لك و32 المجموع. خلينا نشوف ترتيبك. كثير منيح بالمرتبة الثانية نمر وكارولين مع 32 نقطة، مرتبة الثالثة عفوا 32 إذا نمر وكارولين. مثل ما شفتوا نمر موجود بدانسينج وذ ستارز وهدفه يوصل للنهائيات، بس هالشيء ما بيحصل من دون تصويتكم. نمر رقمه دي اس 3. أنا بدي أشكركم نمر وكارولين، جود لك. نمر آخر نجم رقص ومعه منسكر الليحة، خلينا نشوف قدامنا لحتى نشوف كيف صار الترتيب النهائي. بالمرتبة الأولى دانييلا ورائد مع